صاحبي يا مزيان. شمات صاحبي يا رهدان؟ كانك حاجتك بيا باش نمشي نقضي لك مضمض. عم علي قال لي ما تخرجش من هنا حتى نرجع. ما تقضي لي شيء. مال علي الدخله المزيان؟ عمان مانيش مستانس انا بشبش بيك. ليه؟ هذه غلطه مني ولازمني اصلح غلطي. شد عندك. شنو هذا؟ شنو؟ جحش كيفك ما يعرفش لفه بتاعت كروري؟ كروري؟ وتمد لي فيه الواه؟ باش تكيف وتعمل جو وتشيخ. كان يفيق بيا عم علي ما يقتلني. كيفاش باش يعرف عمك علي؟ ولا تعرف كيفاه؟ اجي. تعطي الربيع وانت عم تيجيني. ربيع يتكيف؟ يتكيف ويشرب والمدة جاية باش نهزوا معايا الكافي شانتا. يشوف الرقصات. ربيع؟ اي ربيع وعصام ونبيل وعبد الرحمن ولاد الحومة الكل. كان انت سي خال ما كبرتش لتوا. هاتوا الكارو. ما لا شرط ما تقولش العم علي. مانيش باش نقول له عمك علي. وانت كي تكيف ورد بالك تقابله. مشيت معاك. شمات الغالي حبيب الساقط هكا تقول على اخوك؟ خويا يو كان جيت خويا وراني قتلت امي. جميله منك صاحبي. مش مشكل. قل لي تحب تصور مرشانه باهيه؟ ايه وشكون ما يحبش الخير؟ داش يفهم الحكايه قبل. عندي ولد صغير نحبك تطيحه للتكروري. شكون؟ ينطق. كريتا هبلت تحب عليه يصفر لي بروحي. وما نحبوش يتكيف برك. نحبو يبيع زادا. يبيع ويتكيف فرد مرة. ايش ورب منين باش يسمع بيك؟ خدمة تحت حس مس صعب. حس لمس هشة. دي ما يجي من ورا راسك كل مصايب. حكاية فيها 500 دينار. شم شطر توا وشطر كي يطيح. اش قلت؟ تاخو السايب ساقط مصايب. عندك شغل؟ كحلت الاهداف الليله يا كحلت الاهداف الليله يا كحلت الاهداف شاقف مراضينا حباب الليله يا شرب عيانه ماهوش راجل. كيفاش عملت باش كبشك يغلب كبشي؟ لانجر يزي يا لانجر. ماكش راجل. سي علي يفضل لك اختي فاطمه ويرحم والدين والديك. عايش ربي يفضلك ويعليك على من يعاديك. عايش يجعل كسور وعدوك مكسور. كله فيك ربي لا ينحيكم عليا. سي بني هادي والله اللي عملتوه مش شويه باش بك مش كنت نجم نعمل انا اللي راك عملته مع ولدي مش شويه. سبقني اني اجيك. سبقني مش تفهمنا من بيع وجبة كروري للصغار. لا عارفي ما بعت له حتى شيء. بعث في جيبي في سيجار ورجعت له الباقي وكا. تثبت الحكايه انت قدك؟ لا عارفي نهار كامل توسع الحكايه هذه.